مي طبعا ليديز فيرست اجيلك الاول. كلميني عن تاريخك، انت ليكي تاريخ كبير وكنت بطلة افريقيا في السباحه العمومي، كلميني على الاول عن بدايتك. طيب انا اولا بدات من وانا طفله، بابايا الحمد لله لعبنا كلنا رياضه انا واخواتي الولدين مصطفى ومروان. بدات العب رياضه من 4 سنين، كنت بلعب سباحه وجمباز مع بعض لحد 11 سنه. ايوه، ولعبت فتره خماسي ممكن سنتين ثلاثه في الفتره التين ايج برضو، ولعبت سباحه بالزعانف واخدت فيها بطولات عالم، كاس عالم ما شاء الله، ودخلت منتخب السباحة من وانا عندي تقريبا 13 سنة بشارك مع العمومي المنتخب لحد تقريبا ممكن يعني من سنتين ثلاثة فاتوا تقريبا. واتجهت بعد كده يعني بقيت بقى في الأساتذة مع العمومي مع بعض. يعني انت بتلعبي عمومي لسه؟ لا بس ولا بطلتي؟ لا نقدر نقول بلعب، هي بطولة واحدة بس اللي ما نزلتهاش، بس يعني بلعب الاثنين لحد دلوقتي. انت ليكي ماراثون طويل في الرياضة، ده انت تعبتي بابا وماما قوي يعني، يا عيني راحوا وراكي كل الملاعب وكل الحمامات والسباحة وكل حاجة صح؟ كل البلاد وكل حاجة ما شاء الله. لا حاجة مشرفة جدا، وكل ده طبعا انت مهندسة معماري الحمد لله، يعني جامعة ما شاء الله بين العلم وبين الرياضة، فدي حاجة كويسة جدا. هي بصراحة أنا بشوف إن الرياضة برضو من الحاجات المهمة قوي فعلا، بتساعد الشخص إن هو بينظم وقته وبيبقى يعني عنده بلان كده لكل حاجة. يمكن حتى أنا بشوف الناس اللي حواليا ممكن يبقى عندهم التايم مش بيحسوا بيه قوي، الرياضي بجد بيحس فعلا بكل دقيقة وبيقدر الوقت جدا. بالظبط، برافو عليك يا مي بجد.